اكتشفوا أنهم لم يبدأوا الأشواط من الحجر الأسود، فإنما بدأوا الأشواط من قبل وأنهوها من بعد، فما العمل بالنسبة لطوافهم؟ طواف القدوم سنة، إذا كانوا يقصدون طواف القدوم فهو سنة لا يلزم، أما إن كانوا يقصدون طواف العمرة فعليهم أن يعيدوا من جديد، يعيدوا ملابس الإحرام ويعيدوا الطواف من جديد والسعي من جديد. أما إذا كانوا يقصدون طواف القدوم للقارن والمفرد فهذا سنة، إن أعادوه فلا بأس، وإن تركوه فهو ليس بواجب. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.